اهلا وسهلا فيكم، مرحبتين في برنامجكم الجميل الحلو اللي بتحبوه، تحبوه تحبوش انتم حرين، المهم البرنامج معمول مبسوس يعني عادي. برنامجنا الجميل ما تقصرش. رمضان كريم، رمضان مبارك، رمضان زي العسل، يا احلى واكوس واجدع وامنح ناس واقوى نوع في العالم، ناس انتم يا حلوين. رمضان يا جماعة الخير، زمان لما واحنا صغار بتذكر كانت أجواء رائعة، نعمل له زيطة واحنا صغار هيك ونعمل له جو، والناس كمان تتفاعل معنا وتكون مبسوطة. يا رمضان جديد جديد، يا رمضان جديد جديد، نجح وبعد الليل بره وبعد الليل. يعني مش كلهم كانوا هيك يتضايقوا ويرموا علينا مية ويرموا علينا شباشب وحاجات في الأيام هاي، لأنه في عنا هيك الوضع المادي شوية صعب والناس مفلسة والوضع ماكل هوا. هذا رمضان قرب صار على الأبواب. عارف هاي بطقطق على الباب، بطقطق. عارف أنت يا راجل، يعني لازم تذكرنا إنه رمضان جاي. مش عارف انا كيف بدنا ناكل ونشرب، من وين بدنا نجيب مصاري يا راجل؟ من وين نجيب مصاري لرمضان؟ والله يا حاجه غير نموت من الجوع، والله لا نموت من العطش. حبيبي جاي في الصيف، والله لا نسيح. انتم طاولين؟ بدنا نتعشى. هو يعني معاه حق الراجل، ما هو ما تزودوهاش، شو قاعدين تستنوا العشاء؟ الناس وصلت لمرحلة من البؤس والشقاء والقهر انها تخاف من كل اشي. في نهار رمضان في عنا شغلات كتير بتصير غلط، في كتير ناس بتقضي علي بس عشان نصايم يا جماعة الخير. رمضان مش للنوم على فكرة، والله العظيم هو للنوم، وغير هيك الناس اللي ما بتنامش طبعا بتحملك جميل انها صايمة يا اخي وبيعملوش ولا حاجة. وش الفايدة انت صيامك؟ جوع بس، جوع بس وخلاص. مش هيك الخراف. ايش العب يا زلمة بسرعة انهي. والله العب العب هذا العب. ما انا قبلها لعبتها طرنيب. وقوم انت وياه جيبوا لنا كوزين لبن، خلنا نعرف نعمل فطور. اطعمين راسي، هيني بقول لك روح، انا واصل واحد صايم ومش قادر يكمل، هيني بقول لك كف ان انا خسران يا الله. العب. مبين عليك صايم انت وياه يا هبل. خلص زدنا ولا اجيب لك. الله يردكم وخليك، والله الحج نظمية هذه اقوى نوع. وبعدين في عنا طرق سحرية خطيرة، يعني المخابرات السي اي اي والدبليو اتش او كيو دبليو اكس واي زد ما بتعرفش عنهم، هدول الطرق السحريه اللي هي عن كشف عن المفطرين. صايمين صايمين صايمين. صايمين. والله انا صايم. ها شوف شوف شوف، هاي صايم. انت صايم؟ صايم. هاي صايم. وانت صايم. انت صايم؟ صايم. نعمش هيك، انا هيك اعمل هيك. احمر احمر مفطر، والله مفطر يا مفطير اليوم، في امك حردون، امك الفلاحه وابوك المجنون. يا مفطر هلا هلا، في امك فارم هلا. خلص النهار، قرب الافطار. قبل الاذان بيكون طبعا حال الطوارئ، ارباك عام، الكل قاعد بجهز بده ياكل، بده يفطر، بستنى في الاذان صمت. وأول ما يصير الأذان، أول ما يأذن هتدى هتدى يلا. معركة، حرب طاحنة مع الصحون والإغراض والحاجات، وفي فجل طالع، بصل نازل، بنحشي المعدة حشي حشي حشي، مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا بأنه ثلث لشرابك، ثلث لطعامك، ثلث لنفسك. احنا ثلث النفس معيد يابا، ملوش لزوم اساسا. فبنروح على صلاة التراويح، هذا اذا قدرنا نروح، واذا قدر يروح الهلادة وببقى حامل كرش وبيده وبصلي في التراويح.
هذا خريتها خلصنا وبيضل لهيك للسحور، يا اما سهران يا اما عند اصحابه يا اما على الشيشه يا اما كذا، بضيع في وقته. بس والله يا جماعه الخير لو ركزنا وفكرنا وعرفنا اصلا لايش فرض الصيام، رمضان صيام جسد وصيام جوارح كمان. حاول انت تعمل فلتره لقلبك في شهر رمضان الكريم، صيام قيام صلاه ذكر قراءه قران، هاي رمضان. الفكره في الصيام عبرته انه انت تحس بالفقراء، تحس بالناس اللي مش لاقين ياكلوا. رمضانكم كريم، رمضانكم زي العسل، وكل عام وانتم بخير. لو عجبتكم الحلقه يا جماعه ما تقصروش، يعني ما تكسلش، ما انت قاعد وقاعد، حصها لايك واعمل مشترك، خلي غيرك يشوفها يا زلمه بدل ما انت قاعد مش عامل ولا حاجه. سلام.